السلام على من غسله دمه وشيبه قطنه ونسج الرياح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلب من والى قبره. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الجسد السليم، السلام على الخد التريب، السلام على الرأس مقروع بالقضيب. يا حسين يا غريب يا مظلوم كربلاء، قم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآل للحفر. هالليلة وين قلوبنا؟ وين أرواحنا هالليلة؟ أجسامنا هنا يا أبا عبد الله، وأرواحنا وقلوبنا الآن تطوف حول ذلك الشباك الطاهر. قم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآل للحفر. مأجور. يا زائري بقعتين أطفالهم ذبحت فيها، خذوا تربها كحلين إلى البصر. واله فتى، رحمك الله يا سيد هاشم، هنا عدكم هذا. واله فتى لبنات الطهر يوم رنيت إلى مصارع قتلاهن والحفر. ماذا صنعنا يا سيد؟ قال رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعور، فتلك تدعو حسينا وهي لاطمتين
منها الخدود ودمع العين كالمطر، وتلك تناديه وجداه وأبتا، وتلك تنادي ويتمى في الصغر. يا سيد أخبرنا عن حال فخر المخدرات زينب. قال فلو ترى وأم كلثوم مناشدة والهاوة، يعني مذعورة مذعورة زينب، والهاوة تلثم ترب الطاف كالعطر. يا دافن الراس عند الجثة تحتفظوا بالله لا تنثروا تربا على قمري. ليش يا زينب؟ رشوا على قبره ماء فصاحبه. هالليلة يترحم عليها صرختك الإمام الصادق، هالليلة يترحم عليها صرختك إمامك الصادق. ها خرشوا على قبره ماء فصاحبه معطش بللوا أحشاه بالقطر. بعد لا تخرجوا أسهما في جسمه نشبات خوفا يفور دم يطمو على البشر. لا تدفن الطفل إلا عند والده فإنه لا يطيق اليوت في الصغر. بعد عندنا واحد بعد نعرج عليه الليلة. لا تدفنوا عنهم العباس مبتعدين. أيوة عباسا، فالرأس عين جسمه حتى اليدين بري. يا راجعين السبايا قاصدين إلي أرض المدينة ذاك المربع الخضر. شنو عندك يا زينب؟ قالت خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم وخاطبوا الجد هذه تحفة السفر. بالله اردن اشدك ما شربت يا دفايان بخيت قلبه لو دفان تحسين عطشا. بالله يا دفان الولي ردا علي عطشان خيل شرب
قطرة أمي قبل إن دفنتك كان بخيت البنية بل كتريد روحا تراه مات عطشان وويلاه وويلاه يا نازلين بكربلا رجعها قبل يا نازلين بكربلا هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها ما حال جثة ميتين في أرضكم بقي الثلايا ثلا يزار مقامها بالله هل وريتموها في الثرى وهل استقايرت في اللحود رمامها انت جاوبها ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا أين المنادون وحسينا رجعها مثل ما كانت أول المرجع لله لا حول ولا قوة ولا عصمة ولا منعة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل ورد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال من زار الحسين عند قبره كان كمن زار الله في عرشه صدق مولانا وسيدنا صادق آل محمد وارحمنا بمحمد. ظاهرة الإمساك وتقبيل أضرحة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام والغرض من الحديث حول هذه الظاهرة هو دفع بعض الشبهات والإثارات التي تثار من هنا وهناك حول قضية الإمساك وتقبيل أضرحة المعصومين عليهم السلام. هذه الإثارة تقول
أن الإمساك بأضرحة المعصومين وتقبيل ضريح المعصوم ليست حالة عبادية، وإذا هي ليست حالة عبادية يعني لا يثاب عليها الإنسان، يعني النتيجة لا فائدة من ذلك. ثم أنه ما الفائدة المرجوة من تقبيل ومسك ضريح هو من الحديد؟ هذه أيها الأحبة الإثارة أحببنا أن ندفعها هذه الليلة بحسب ما يتسع به المقام، والكلام يكون في محاور ثلاث نستعرضها تباعا. المحور الأول في بيان أن الإمساك وتقبيل ضريح المعصوم هل هو حالة عبادية أو لا؟ يعني الآن أنا مثلا لما أتشرف بزيارة المولى الحسين، أو لما أتشرف بزيارة قبر أمير المؤمنين، أو أتشرف بزيارة قبر الإمام الرضا عليه السلام، وأمسك ذلك الضريح وأقبل ذلك الضريح، هل يعتبر ذلك التقبيل وذلك الإمساك يعد حالة عبادية؟ لما نقول حالة عبادية يعني يثاب عليها الإنسان أو لا يثاب عليها؟ قد يأتي بعض المشتبهين يقول أن الإمساك وتقبيل أضرحة المعصومين ليست حالة عبادية، يعني ليست مثل ما يجي واحد الآن في زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ويقبل يد النبي، أو أنه يقبل يد الإمام الحج أرواحنا له الفداء، لا، هي ليست حالة عبادية. ثم أن هذا هو عبارة عن قطع من الحديد، ما الفائدة المرجوة من ذلك؟ الجواب أيها الأحبة نقول أن تقبيل وإمساك أضرحة المعصومين عليهم السلام هو يعد حالة عبادية يثاب عليها الإنسان، والدليل على ذلك من خلال الروايات المروية عن أهل البيت عليهم السلام. وهنا قبل أن أأتي بالدليل لابد أن ألفت عنايتك إلى مقدمة مهمة جدا في المقام، التفت لي جيدا إخواني. لما جينا رواية عن المعصوم والمعصوم يأمر بفعل من الأفعال، السؤال هل أن أمر المعصوم في الرواية يدل على الوجوب أو الاستحباب أو الأمر المباح؟ خذها قاعدة، المعصوم لما يجي ويطلب فعل من الأفعال من المكلف أو يأمر المكلف بفعل من الأفعال، المعصوم لا يأمر بالأشياء المباحة أبدا. شنو الفائدة لما يجي مثلا المعصوم يقول لك اشرب الماء؟ شنو الفائدة المرجوة من ذلك؟ شرب الماء من المباحات، وهذا ليش يجي الإمام يقول اشرب الماء مثلا؟ ما إلى فائدة، ما إلى مزية، سالبة بانتفاء الموضوع. لكن المعصوم عندما يأمر بفعل من الأفعال في الرواية، إما هذا الفعل الأمر يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب المؤكد. هذه مقدمة مهمة جدا لابد أن تلتفت لها. طيب، هل أن المعصومين عليهم السلام أمروا الناس أنهم يمسكوا بأضرحتهم عليهم السلام أو لا؟ تعال خلنا نشوف. جابر الجعفي وهو من خلص أصحاب أهل البيت، جابر الجعفي من خلص أصحاب أهل البيت عليهم السلام،
يقول دخلت على الإمام الصادق قلت له يا ابن رسول الله أريد أن أتوجه إلى زيارة الحسين في كربلاء، فعلمني كيف أزور الحسين عليه السلام، علمني ماهية الزيارة، كيفية الزيارة، شلون أزور الحسين. شوف الإمام إيش رد عليه في مقام الجواب. قال يا جابر ثم تسعى إلى قبر عند قبر الحسين عليه السلام واعلم أن لك بكل قدم ترفعها وتضعها ثواب المتشحط بدمه في سبيل الله عز وجل. حتى تعرف هناك الغاية لما قال جابر لعطية العوفي امشي على هونك، ترى احنا نمشي على أجنحة الملائكة، هذه خطواتنا معدودة، هذه خطواتنا محسوب عليها أجر وثواب. يقول لا، يقول لي يا جابر اعلم أن لك بكل قدم تضعها وترفعها كثواب المتشحط بدمه في سبيل الله عز وجل. ثم تمشي، التفت للرواية، ثم تمشي إلى القبر الشريف وتلمس القبر بيدك يا جابر. شوف الإمام هنا عرف جابر كيف يزور الحسين وأمره بفعل ماذا؟ أن يلمس ذلك القبر الشريف بيده. وفعل المعصوم وأمر المعصوم هو حجة، والمعصوم لا يأمر بالشيء إلا هو واجب أو مستحب مؤكد. إذن الإمساك، خلاصة المطلب، الإمساك وتقبيل أضرحة المعصومين هو يعد حال عبادية يثاب عليها الإنسان، ولو لم يكن ذلك لما أمر المعصوم عليه السلام جابر أن يلمس قبر الحسين بيده. انجي الآن إلى النقطة الثانية حتى لا يأخذنا الوقت، وهي في بيان الغرض من الإمساك بأضرحة المعصومين عليهم السلام. أنت الآن تتوجه إلى زيارة الحسين، رزقنا الله وإياكم الوصول والحصول، وهنيئا لمن هم الآن تحت قبة سيد الشهداء. أنت الآن لما تدخل عند الحسين أو تدخل عند ثامن الأئمة أو عند أمير المؤمنين، ترى الزائر يكتظ عند الضريح المقدس ويريد أنه ولو لرشفة واحدة أو للحظة واحدة أن يصل إلى ذلك الضريح المقدس. ولذلك تشوف بعض من يزور الأئمة عليهم السلام إذا ما وفق أنه يلمس الضريح المقدس هو قاصد رايح هناك إلى كربلاء، لكن سبحان الله ما وفق لإمساك هذا الضريح وتقبيل هذا الضريح، تصير عنده حسرة في قلبه. صحيح ولا لا؟ السؤال ما هو الغرض من فعل هذا؟ شنو الغرض من وراء ذلك؟ طبعا هناك عدة أغراض، من هذه الأغراض إظهار حالة التأدب عند المعصومين عليهم السلام. شنو معنات إظهار حالة التأدب؟ خل أضرب لك مثال. يعني الآن أنت جنابك تمر على الحسينية هذه من الخارج، تمر ويقال لك إن داخل الحسينية الإمام الحج جالس عليه السلام، شنو الحالة اللي تناسب ذلك المقام؟ شنو الحالة؟ جاوبني. الحالة اللي تناسب ذلك المقام إنك تدخل من على الباب من بعيد تسلم السلام عليك يا مولاي وتمشي، هي هذا حالة تأدب بين يدي المعصوم أو لا؟
تدخل بأدب واحترام وتقدير وتجثو على ركبتيك وتنحني أمام الإمام عليه السلام وتقبل وتلثم تلك اليد المباركة. شوف الفرق بين هذا الفعل وبين ذاك الفعل، أيه أفضل؟ لا شك ولا ريب أنه هذا هو أظهر حالة التأدب بين يدي المعصوم، وليس من الأدب أنك تقف عند الباب وتسلم من بعيد وتمشي، لا، الحالة الأدبية اللي تناسب المقام أنك تقصد الإمام إلى جانبه وتجثو على ركبتيه وتمسك تلك اليد المباركة وتقبل وتلثم تلك اليد المباركة للإمام عليه السلام. إذن الغرض من الإمساك وتقبيل أضرحة المعصومين هو إظهار حالة التأدب بين يدي المعصوم، هذا واحد. اثنين، أنت لماذا تقبل الحجر الأسعد؟ أوليس هو حجر حال الأحجار الأخرى؟ ما هو إلا حجر، ليش تقبله؟ لماذا تقبل الكعبة المشرفة؟ أوليست الكعبة هي أحجار مصفوفة؟ لماذا تقبل القرآن الكريم؟ أوليس القرآن هو من جلد وأوراق؟ ليش؟ لما يسأل الإنسان لماذا تقبل الحجر الأسعد أو الأسود ولماذا تقبل الكعبة المشرفة زادها الله تشريفا وتعظيما، رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، لما تسأل لماذا تقبل القرآن الكريم وهو عبارة عن أوراق مجموعة أو جلد، ليش؟ كل ذلك تعظيما لهذا الأمر، أنت تعظم الحجر الأسعد فتقبله، أنت تعظم البيت الحرام لذلك تقبل الكعبة المشرفة، أنت تعظم القرآن الكريم ولذلك تمسك القرآن وتقبله. إذن الغرض من ذلك تعظيم هذا الشيء، والله سبحانه وتعالى أمرنا بتعظيم أهل البيت عليهم السلام. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثلاثة، حالة فطرية طبيعية عند الإنسان. شلون يعني حالة فطرية طبيعية عند الإنسان؟ يعني الآن لما أكو إنسان في المجتمع يحب إنسان، يحب شخص آخر، يحب ويعشق هذا الإنسان ويود هذا الإنسان بينه وبين، مثل ما أشرنا في مجالس محرم، بينه وبين هذا الإنسان علقة وجودية، وصل إلى درجة الحب بل وصل إلى درجة الهيام، إذا لقيه يقربه إلى جانبه، يسافر معه، إذا رآه قبله ما بين عينيه، أخذه بالأحضان، وهذه حالة فطرية طبيعية عند الإنسان، يريد من كل هالعمل اللي يسويه يريد إظهار شنو؟ ها؟ إظهار هالحالة الوجدانية، إظهار تلك الحالة الوجدانية اللي في قلبه تجاه هذا الإنسان. لذلك أنا حبي لأهل البيت عليهم السلام يدعني أن أمسك ذلك الشباك الطاهر وأن أقبل تلك الأعتاب الطاهرة، أبين إليه أني أحب أهل البيت عليهم السلام، وهذه حالة فطرية طبيعية عند البشر. أربعة، اكتساب القداسة من المعصوم. السؤال هنا، هل أن القداسة تسري من المعصوم إلى الشيء اللي لامس المعصوم أو لا؟ لا شك ولا ريب
أن كل شيء يلمسه المعصوم تسري القداسة له. والدليل على ذلك، والدليل خل أعطيك دليل حي، شلون الشفاء في تربة الحسين؟ جاوبني، مو هذا تراب حال حال الأتربة الأخرى، شو اللي يميزه؟ يعني يميزه لأنه لامس جسد الجسد المعصوم، لامسه دم المعصوم، تلك التربة وقف عليها المعصوم فاكتسبت القداسة. شوفوا هذا في القرآن بعد موجود، ليش تروح بعيد؟ فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. زين هذا وادي حال حال الأودية الأخرى، القرآن الكريم عبر عنه بأنه وادي ماذا؟ وادي مقدس. ليش مقدس؟ لأنه سريت له القداسة، لأنه وقف عليه نبي من الأنبياء، لأنه لامسه جسد المعصوم، لذلك اكتسب القداسة. إذن أنا لما أجي إلى قبر المعصوم وألتصق بقبر المعصوم وأقبل تلك الأعتاب الطاهرة، أريد اكتسب قداسة من المعصوم. إذن هذه أغراض أربعة كلها تترتب على قضية ومبدأ الإمساك وتقبيل أضرحة المعصومين عليهم السلام. انجي الآن إلى المحور الثالث والأخير في بيان الآثار المترتبة والمترشحة من خلال الإمساك وتقبيل أضرحة المعصومين عليهم السلام. شنو الآثار اللي أنا أراها؟ ما هي الآثار المترتبة والتي ألتمسها أنا عندما أعتني لذلك الضريح المقدس؟ ما هي الآثار المترتبة التي أحصل عليها إذا ألثمت ذلك الضريح أو تلك الأعتاب المقدسة؟ أنا أذكر لك أثرين فقط. الأثر الأول ترشح الخير والبركة من المعصوم. أيها الأحبة، أهل البيت عليهم السلام كلهم خير وبركة على الخلق، ولولا أهل البيت عليهم السلام لما أكل الناس وشربوا، ولكن كل هذا ببركة من؟ ببركة علة الوجود، وهم سادة الخلق محمد وآل محمد. فأهل البيت كلهم خير وبركة. السؤال، هل أن هذه هذا الخير والبركة من أهل البيت ينقطع بموتهم؟ السيد السبزواري عليه الرحمة، وهو من كبار علماء الطائفة الشيعية ومن العرفاء وأهل العرفان، زين، يقول الخير والبركة من المعصوم تزداد بعد استشهاده. يقول بعد ما يستشهد ويموت ويدفن، يقول الخير والبركة عند موت المعصوم تزداد أكثر من حياته، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وهذه أنت الآن بالوجدان تراها، ما يحتاج بعد أوصل إليك دليل آخر بالوجدان. شوف كم من شخص أصيب بعلة في بدنه وفي جسده،
عجز أطباء العالم بأسره عن علاجه. أطباء الكرة الأرضية كلهم يعجزون، يقف الطب حائرا عاجزا عن علاجه، يقفون أمامه: أنت ما إلك علاج، تبقى هكذا إلى أن تموت. لكن بمجرد أن يضع رجله في حرم المعصوم، بمجرد أن يأكل من تراب قبر الحسين عليه السلام بالشروط التي ذكرها الفقهاء، شوف الخير المترشح له في تلك اللحظة، وهذا بالوجدان. فإذا أهل البيت عليهم السلام كلهم خير، وأنا أريد أن ألتمس هذا الخير وهذه البركة من خلال زيارتي وإمساكي وتقبيلي بضريح المعصوم. شوف قلت لك كم من أناس عجز الأطباء عن علاجهم، أمراض خطيرة مستعصية عجز الطب عن علاجها بمجرد أن يلتجئ، بعد ما يحتاج يروح إلى كربلاء، بعضهم يتعالج بمنبر الحسين، وهذه قضايا حية موجودة، ما يحتاج أفصل لك أكثر من ذلك، هذه قضايا حية موجودة، أناس عشنا معهم عجز الطب عن علاجهم، لكن بمجرد أن يلتجئ إلى الحسين جعل الله الشفاء في تربته واستجابة الدعاء تحت قبته. إذن خير أهل البيت لا ينقطع حتى بموته. هذا أثر. الأثر الثاني المترشح من زيارة المعصوم والإمساك بضريح المعصوم وتقبيل ضريح المعصوم هو ماذا؟ هو القرب المعنوي من المعصومين عليهم السلام، وهذا أيضا بالوجدان تراه. شوف بعض الناس طالع من بيته وهو متكهرب، من بيته طالع، وين رايح؟ رايح الحسينية يستمع الليلة الأربعين. اللي يا أبا عبد الله إحنا هالسنة حرمنا من الثواب، أبو علي يرضيك هاي مآتمك خالية؟ أبا عبد الله ترضيك هالحسينيات خالية؟ أبو علي نريد نحيي ذكركم، أبو علي نريد نعيش أيام أهل البيت في خير وبركة، يا أبا عبد الله إحنا الليلة على بابك يا حسين، انظر إن نظرة رؤوفة عطوفة حنونة. شوف هو من بيت قاصد طالع من بيت إلى الحسينية متكهرب، يقول أنا بمجرد أن أدخل إلى المأتم، والله يا إخوان أكو جماعة متعطشين، ترى هالجلسة الناس حرموا منها، هالجلسة هذه اللي أنت جالسها ناس حرموا منها، الخلق محرومون منها، وإنت فتح إليك المجال أن تجلس في عزاء أهل البيت، اغتنم هالفرصة هذه، لا تمر عليك مرور عابر. ولذلك الشوفة إذا دخل إلى الحسينية يقول أحس أني قريب من أهل البيت، لأن ليش؟ لأن هالمآتم هي بيوت أهل البيت، في بيوت أذن الله أن ترفع، هذه بيوت أهل البيت، هذه منازل أهل البيت، علينا أن نحافظ عليها من العبث وغيره. التفتوا يا إخوان، هذه مجالس الحسين، وقفت للحسين وأهل البيت لا لشؤون أخرى. لذلك شوف الإنسان
بمجرد أن يدخل 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 وين يوصل عند حدود كربلاء، ومن بعيد يشوف قبة الحسين يتكهرب الإنسان. ليش؟ لأنه يستشعر بأنه قريب من المعصوم. سيدي أبا عبد الله، إن لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك سمعي وبصري، لبيك يا أبا عبد الله. ولذلك شوف شوف كل هالآثار هي التي تترتب على ماذا؟ على الإمساك وتقبيل ضريح المعصوم. وكلنا مشتاقون لزيارة الحسين، وكلنا هذه الليلة قلوبنا تطوف حول ذلك الضريح المقدس وبين الحرمين. ونحن ما عشنا في زمن الحسين، ولم نرى الحسين، ولم نعش في زمان سيد الشهداء، لكن إذا ذكر الحسين فأي عين تصون دموعها صون احتشامي، بكته الأنبياء وغير بدع بأن تبكي الكرام على الكرام. هذا إذا أنت حالك هكذا، قال لي عايشة ويا الحسين شلون حالها؟ اللي عايشة منذ طفولتها ويا سيد الشهداء، اللي عاشت منذ نعومة أظفارها ويا الحسين، شلون حالها بالله وهي خارجة من سبي، من بلد إلى بلد ومن مجلس إلى مجلس، إلى أن توقف الحادي، التفت الحادي إلى الإمام زين العابدين، يا ابن الحسين؟ قال له بلى. قال نحن على مفرق طريقين. يلا مستعد تروح الليلة كربلاء لو لا؟ مستعد توصل إلى الشباك هالليلة لو لا؟ ويلي وصلون الآن، ها نحن على مفرق طريقين، طريق يعرج بنا إلى المدينة وطريق يدخلنا كربلاء. شو تقول يا ابن الحسين؟ قال شوية أستشير عمتي زينب لكن أخاف على قلبها. أسألكم خلك أنت الآن، زينب تعوف الحسين؟ زينب تعوف سيد الشهداء؟ لا والله، وهي القائلة تقل ان كان تريدني انسى وبطل النوح وونيني اخذ ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عيني، تذكر يوم كنا صغار اناغيك وتناغيني. زينب ما تنسى الحسين. قال عم زينب نحن على مشارف كربلاء، شو تقولين عم؟ اختنقت زينب بعبرتها، صاحت يا ابن أخي قل للحادي أن يمر بنا على أرض كربلاء، لكن يا ابن أخي عندي طلب، عندي حكاية، اتفضلي عم. قالت يا ابن أخي مروا بنا على طريق ليس فيه نظارة، فقد خزينا من كثرة النظر إلينا. أويلي وياي وياي، أويلي أويلي، قولوا لحادينا يا عمي يمر بالغاضرية، سلم على الوالي وننصب له عزي، قولوا لحادينا يا
العمر بينا على حسين نبغي نزور حسين ونشوف اندفن وين والله لروي قبر اخويا بدمعة العين يا ريت فوق القبر تحضرن المنية اويلي نادى العليل مدمعة بالخد مذروف اكسب معانا اليوم يا نعمان معروف مروا بعماتي وخواتي برض لطفو قال فلا عصي لك امر يا ابن الشفيع اويلي وعرج على قبري الشهيد وصار لن وياي وعرج على قبري الشهيد وصار لنياح والعابد السجاد من فوق الجمل وزينب تنادي يا عز قوض وراح وخرت على قبر بيتامها سوية وإذا بهذا الغلام يأتي إلى جابر يا جابر قم واستقبل حرم رسول الله هذا زين العابدين عاد مع عماته من الساب نادى انهض يا جابر وياي وصل السجاد مكسور جسمه نحيل ومدمعه بالخد منثور قوموا بعجل واستقبلوا يا شيخ العشيرة ويا يتامه عاد بالذل والكسير من بيت أبو طالب ترى ما ظل غيره قام بعجل جابر وقلبه بنار مسعور اويلي يمشي ويدق بيده على صدره وينادي وينك يا مهجت حيدر وظنوة الهادي ما ظلت بقى يا عليكم هالأعادي مولاي خبر نشجر بيام عاشور يا جابر مصايب جرت علينا يا جابر ها هنا حرقت خيامنا ها هنا ذبحت أطفالنا ها هنا قتلت رجالنا يا جابر ها هنا صعد الشمر على صدر الحسين بينما هم كذلك وإذا زينب تتمايل على ظهر الناقة يمينا وشمالا وهي تنادي قبر الشهيد ابن أمي وياها بانت لنا أنوار قبرك عسى يا الله يا الله ما تنقط طوبى إليك من تربى يا الساطعة بنوارك
يوم القيامة الجنة يا الله مكتوبه أبداً فلا يتحاسب من يندفن بجوا الأكرام للي تعفرت في تربتك خدينا. وإذا زينب التفتت إلى الإمام زين العابدين: يا ابن أخي قل لجابر والجماعة أن يتنحون عن القبر، فقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. ويا لها من ساعة لما وصل الزينب إلى قبر الحسين، انكبت على القبر تنادي: حبيبي حسين، يا ابن والدي حسين، يا الذي عفت الوطن وانزلت وادي كربلاء، قوم عاين حالتي يا حسين، جيت من حلا خويا من ساعة فراقك ما بقى لي جلد، سفرتي صعبة وطويلة وفرقتك صارت أشد، ريت من قبل السفاير يا حسين دفنوني بلحد، شلون حرمة بالسفاير ملها كفيل تصدل. وويلا خبر تجهيزك يا عقلي زلزل أركان العريش، شفن جسمك بارية يا ودرعان أبو محمد نعش، وظلتي دفنوكما يا بل وحشاك من العطش، ريت غار الماي عقباك يا ابن أمي ولا حلا، وياها والذي أهوى بسيفه على كريمك يقطع راسي وحقك يا خويا وحق راسك قلع، يشتم الكرار ويضربني وما حد يمنعه، ريت غار الماي عقباك يا ابن أمي ولا حلا، لو ردت يا حسين أفصل لك مصايب هالسفر، يوم ما يمكن أعدد يا خليصي ولا شهر، ذاب جسمي من السرايا وانعمت عيني من السهر، جسد وياهم مشيه لكن الروح بكربل. يقول وحانت من زينب التفات، وإذا كأني بصوت من قبر الحسين: أخي زينب، المعذرة إلى الله وإليك يا زينب، سمعت أصوات النساء والأطفال لكن صوت طفلة واحدة ما أسمعها يا زينب. تعرفها لو لا؟ تعرفها اليتيمة لو لا؟ أنا كأني بالحوراء زينب، نكست رأسها ودموعها تتحادر على خديها، اتقل لأخويا تحيرت والله بيتامك، ما ينحمل يا حسين فرقاك. وأخذت زينب توزع نظرات يمنى ويسرى
كأنما تبحث يلا آخر مشهد أسألك الدعاء، كأنما تبحث زينب عن قاب. تفت إلها الإمام زين العابدين: عم زينب علمت عمن تبحثين. ويلي وصدت لأبو فاضل وهي عبرات نادي: دقعد يا من قطعوا على جوده أياديه، ما ظن يا خوي الشام ترضى نشوف واديه، يا كرام ما تاخذكم الغير علينا. يلا بيت الدعاء، سألك الدعاء، وقفوا وياي بهالبيت. ها وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلونا، هاي الروس جبناها ومنكم نطلب العون، وراس حسين سمحوا لي تراه مكسر سنون. أيوة حسين وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلون، هاي الروس جبناها ومنكم نطلب العون، وراس حسين سمحوا لي تراه مكسر سنون، طشت الذهب كسرها يزيد وتنظر عيوني. آخ شقول اللي يناشدني من الناس: أخوك حسين وين وين؟ عباياس أقول حسين ظل جثة.